نيكول سابت تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد. إصابتها كانت قوية واحتفل بها صناع العمل بسلامتها. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل الحادث اللي تعرضت له. أعلنت نيكول سابا عبر حسابها على إنستغرام فيديو من احتفال فريق العمل بسلامتها، وحكت إنها تعرضت لحادث صعب أثناء تصوير فيلمها الجديد مفتاح الحب. نيكول حكت إنها سقطت في بركة مياه ووصفت شعورها وقتها بالمخيف، وشكرت الله إنه استطاعت تجاوز الموقف والخروج منه بسلامة. كشفت نيكول تفاصيل الموقف وحكت إنها كانت تتصور عدة مشاهد داخل الفندق، ويوجد ما يشبه البركة المخصصة كديكور ليس كأكثر، وأكدت إنه أرضيتها سوداء وليست زرقاء. وقت الحادث كانت الإضاءة منعدمة لطبيعة المشهد اللي بيتم تصويره، فوجدت نفسها بتسقط، وعندما حاولت التمسك بالأرض اتفاجأت بكرسي بيسقط عليها. أصيبت نيكول ببعض التورمات في إيدها وقدمها، ووصف لها الطبيب بعض الأدوية لعلاج هذه التورمات. ووجهت رسالة شكر وحب لصناع العمل على مشاعرهم الجميلة اللي وصلت لقلبها، فتأكدت من تصرفاتهم إنهم بالفعل بحبوها وبيشعروا بالخوف عليها من قلبهم. فيلم مفتاح الحب هو أول عمل بتعود به نيكول للسينما بعد غياب استمر 6 سنوات، وبتدور أحداث العمل في إطار رومانسي مميز، ورح يتم تصويره بالكامل في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. نيكول سابا واجهت مؤخراً شائعة حملها بطفل جديد، لكنها أعلنت عبر حسابها على تويتر إنه تم إساءة فهم الصورة اللي نشرتها، وأكدت إنها كانت إعلان لفستان وليس شيء آخر، وطالبت بالتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها لأنه بنتها تحمست للأمر فور إعلانه. وكشفت نيكول إنه بنتها بتطلب منها بشكل دائم طفل جديد حتى ما تكون وحيدة، لكن هذا الأمر مو بإيدها وبتنتظر إنه ينعم عليها الله بطفل آخر. نيكول سابا متزوجة من الفنان يوسف الخال من سنوات طويلة، وأنجبت طفلة واحدة، وأطلق عليها والدها اسم نيكول حباً في والدتها.